عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة أنا جبت لكم وصفة حلوة إن شاء الله تعجبكم ومفيدة لأولادنا. هي جبنة اللي هي المثلثات اللي أنا استخدمتها في بسكوت بالجبنة. إن شاء الله تنال إعجابكم. بس قبل ما نعمل أي حاجة نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبتدي مقاديرنا إن شاء الله. معانا كوبايه اللبن شايفينها دي 240 ملي لتر، ومعانا شويه الزيت دول عباره عن 60 ملي لتر، ومعايا كمان نص معلقه ملح، ومعايا كمان 60 جرام زبده، ومعايا معلقتين كبار دقيق، ومعايا معلقتين الجبنه الكريمي دول او ممكن نستخدم جبنه ريكوتا، ومعايا معلقه خل، ومعايا العلبة ديت عشان حطيت فيها الكيس عشان احط فيها الجبنة بعد ما اعملها، او لو ما فيش العلبة ديت ممكن تحطوه في طبق وبرضو تغلفوه بالبلاستيك كده وتحطوا فيه الجبنة. اول حاجة معانا هنحط هنا اللبن اهو، وفوق الزيت اهو، ونحط كمان هنا حتة الزبدة والملح، ونحط الجبنة ومعلقتين الجبنة اهو، ومعانا كمان معلقة الخل، هنشيل كل ده كده، ونحط كمان الدقيق اهو، وهنضربهم يا اما في الخلاط او زي ما انا هعمل دلوقتي. الاول نعمل كده، نقلب شوية كده اهو، استنى اهو، هقعد اضرب فيهم لغاية ما يمتلئوا تماما، وبعدين احطهم في حله على النار لغايه ما يتماسكوا. هضرب كلهم، اسيب كل وقت اروح اضربهم واكملهم، وبعدين نتقابل على ايه، نروح عند البوتاجاز ونحط الحله على النار ونحط الخليط ده فيها ونعملها مع بعض. مع السلامه. رجعت لكم تاني اهوت بعد ما ضربت الخليط اهو كله مع بعضه. الوقت هنحط الحله على النار، بس قبل ما نحط الحله افكركم بما قدرنا معانا. كنا حطينا هنا في الخليط كوبايه لبن، اللبن ده عباره عن 240 ملي لتر، ومعانا كمان الزيت 60 ملي لتر، ومعايا الزبده 60 جرام، ومعلقتين دقيق، ومعلقتين جبنه كريمي، وربع نص معلقه ملح. نحط الحله على النار اهو، وبعدين هنحط الخليط بتاعنا اهو، شايفينه اهو اهو، هنحطه ونقلب بقى كمان على اساس ما يلصق، ما يلزقش في الحله اهو. وحطه كمان وقلب على طول، ويا ريت كمان النار تكون هاديه، بس في الاول كده هسيبها وبعد كده هقعد اقلب على اساس ما يلزقش فين في الحله لغاية ما يتقل معانا. طبعا اللي يساعد على التماسك والدقيق طبعا مع الزبدة، موقفش ايدي خالص، هقعد اضرب لغاية ما يتماسك الخليط ده مع بعض، وبعد ما يتماسك اسيبه يبرد شوية صغيرين، وبعدين نحطه في العلبة اللي احنا قلنا عليها بتاع الجبنة، او في اي طبق يعني ينفع احط فيه الخليط بتاع الجبنة، واقسمه طبعا لاما مثلثات لاما مربعات زي جبنة كيري كده، وممكن الملح على حسب رغبتك، ممكن تحط اكتر من كده على حسب ما انت عاوزين، بس بصراحه هي حلوه نص معلقه على الكوبايه ديت مع الجبنه الكريمي زي ما احنا اتفقنا. ممكن نحط بدل الجبنه الكريمي جبنه ريكوتا. اهوت هنهدي النار شويه، تقليب لغاية ما نشوف الخليط تمسك معانا. لسه طبعا ما مسكش، بدأ نقلب اكتر بسرعة ما نقفش يا جماعة، شوف ما يلزقش فين في الحلة. اهو
ديت الجبنه دي بصراحه بتنفع كمان نعمل لاولادنا سندوتشات تبقى حلوه وهم رايحين المدرسه. ممكن نستخدمها زي الوصفه اللي انا عملتها اللي هو بسكوت الجبنه، بدل ما نشتري لو مثلا عندنا الجبنه الكريم ومش عاوزين ناكلها ممكن ندخلها في دي ونغير الشكل بتاع الجبنه. لو انتم شايفينه بدا يتماسك اهو، بس نستمر في التقليب عشان ما تعملش تبخلات على الفاضي. شوف شايفين اهو بدات تتمسك اهي، نقلب نقلب ان شاء الله. والله الوصفه دي تعجبكم باذن الله يا جماعه. انتوا شايفين اهو، شايفينها اهو الجبنه بتاعتنا الحلوه يا فاتن اهو، شايفينها اهو. نقلب شويه كمان لغايه ما تتمسك شويه اكتر اهو. يا سلام على ريحتها وجمالها، ان شاء الله تعجبكم. شايفين اهو تقلت اهي، شايفين عامل شويه كمان، بعدين اطفي النار واسيبها تهدى شويه صغيرين كده، وبعدين نحطها ايه في العلب اللي وريتهالكوا قبل كده او في طبق يكون غويط سنه صغيره عشان ياخد الجبنه، او نعملها على طبقين على حسب ما احنا عاوزين، ونقسمها مربعات مثلثات معينه زي ما احنا حابين. بدات تبقى كمان اكتر، والوصفه سهله خالص خالص زي ما انتم شايفين، عباره عن لبن وزيت، ده كل ده موجود في البيت، يعني مش مكلفه خالص خالص. طب لو ما عندناش مثلا جبنه كريمه ولا عندنا في البيت جبنه ريكوتا، ممكن نعملها احنا عن طريق اللبن. اللبن نحط له في معلقه خل، هيبتدي يروب ونبتدي ايه ناخد نصفي الميه اللي فيه، وهيدي لنا ايه الجبنه ريكوتا. لازم ست البيت تبدا في بيتها وتفكر وتغير بين وصفاتها. دلوقتي معانا هي خلاص، انا هرفع عليها ايه، هرفع النار عليها، بعد كده هتتمسك بما اما تحط في الثلاجه. سيبكوا دلوقتي واروح اسيبها تهدى شويه واحطها في العلبه بتاعتها او في الطبق، واقسمها ما تجمد شويه، وبعدين ارجع لكم اوريكم الشكل النهائي. مع السلامه يا وقتي. ورجعت لكم تاني عشان اوريكم شكل الجبن المثلثات اللي انا عملتها معاكم اهي، جمدت اهيت. ممكن كمان نقطعها مربعات او معينات زي ما انتم حابين، زي ما انتم شايفين اهي بنات اهي، ممكن تنفع تتعمل سندوتشات او في بسكوت الجبنه، او ممكن تسيح كمان على البيتزا. اتمنى تكون وصفتي دي عجبتكم، لو عجبتكم سيبوا لي لايكات لايكات، او اشتركوا في قناتي الصغيره اللي هتنور بوجودكم وبالهنا والشفاء للجميع. مع السلامه. Thank you.